أعزكم الله، لو خجل الكلب لارتدى سروالا. إيت أوتانسا دون جيار، إيت أوتانسا دون جيار، من الأمثال التركية الجميلة والشائعة، ويستخدم للتعبير على أن الشعور بالخجل لا يغير من طبيعة الشخص أو سلوكه. فكما أن الكلب لن يتحول إلى إنسان لمجرد ارتداء السروال، فإن الشخص الذي لا يملك ضمير لن يصبح شخص ذو أخلاق لمجرد أنه يشعر بالخجل من تصرفاته. إيت وتانسا دون جيال. يستخدم المثل لانتقاد شخص يظهر ندما على تصرفه السيء لكنه لا يغير من سلوكه. يستخدم أيضا للتعبير عن أن بعض الأشخاص لا يملكون ضميرا ولا يمكن توقع أي تصرف أخلاقي منهم. إيت أوتانسا دون جيار. بس هيك، شو رأيكم بهذا المثل؟ سمعني فيه من قبل؟